اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. يعتلي النادي الاهلي صداره الدوري العام المصري بفوزه بثنائيه مقابل هدف وحيد على نادي مصر المقصه في مباراه الحقيقه قدر النادي الاهلي ان هو يلملم اوراقه جميعا. الحقيقه الناس كلها النهارده قد ايه مبسوطين الحقيقه ان احنا خدنا 3 نقاط هامه جدا 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 وعوده حميده لصداره الدوري العام المصري. هدف المباراه الاول في الدقيقه 25 من حمدي فتحي من تمريره رائعه من محمود وحيد احد نجوم هذه المباراه، وحمدي فتحي يحرز هدف المباراه الاول. ثم بعد سلسله من اضاعه الاهداف الحقيقه، وان شاء الله ان شاء الله المباراه اللي جايه تبقى هي اللي فيها الاهداف الاكثر، هدف رائع الحقيقه ما بين 1-2 ما بين عمرو السوليه وكريم ندفد، بيعملها عمرو السوليه في المرمى ثم وليد ازارو يتابع بهدف رائع في الدقيقة 82، وجون أنتوي الحقيقة لاعب نادي مصر المقصة في الدقائق الأخيرة أو في الدقيقة 94 تحديدا بيحرز هدف نادي مصر المقصة ليستطيع النادي الأهلي تجاوز هذه المحنة ولو مؤقتا حتى يوم السبت القادم. زي ما قلنا لحضراتكم لازم نفصل تماما ما بين الدوري العام المصري ونفصل تماما ما بين بطولة دوري أبطال إفريقيا. بكده قدر النادي الاهلي ان هو يعدي المرحله الاولى، هنستنى ان شاء الله يوم السبت القادم وماذا سيحدث في مباراه يوم السبت القادم. الف مبروك يا كابتن فتحي، الف مبروك يا كابتن عادل، الف مبروك يا كابتن بلال. اعتقد كابتن فتحي 3 نقاط هامه جدا في عمر الدوري المصري.